أرضية ملعب المباراة. من قريب هاي الأرضية، بس من تشوف تسوي بعيد لا تبين إنه بس من تتقرب عليها تشوف اكو فراغات، وكذلك هي مصبوغة يعني فراغات صابغيها على مود تبين أخضر. لاحظ شوف صبغ حاطيها هاي الأرضية من قريب. شوف مثلا هاي أيضا هنا أنا صبغ، لأن هاي فراغ اكو تبين فحاطين صبغ. يعني الأرضية مو جيدة بصراحة، بس من بعيد فنشوف بعض الصبغ. لاحظ تبين الصبغ، شوف هذا صبغ. ملعب المباراة صبغ. هذا هذا صبغ صبغ بعيد يبين، بعيد يبين زين يعني بالعربي تشوفه ما يلعب، بس انت تقرب عليه لا والله في فراغات، فراغات القسم مصبوغ. من بعيد يعني من بعيد شوفه ملعب مستوي وما بي شيء، بس من تجي الصورة شوف مثلا شوف شوف مثلا هذا مصبوغ بابا. شو هذا مصبوغ.